أنا الدكتور باسم الحلبي أخصائي جراحة التجميل. حبيت شارك بهالإيفنت لنحكي للنيو كونسبت عن التجميل اللي بنعمله. كثير في مرضى بحبوا يعملوا تجميل وبحبوا يغيروا ويحسنوا بمظهرهم، لكن دائما بخافوا من العمليات، التخدير العام والريكفري والتعب بعد العملية. الكونسبت تبعنا اللي هو النون سيرجيكال بروسيجر، اللي ممكن نحن نشيل الشحوم بالليزر، نعمل كثير عمليات لكن دون تخدير عام ودون ريكفري، انه بعد العملية المريض فورا بيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي، وكثير بيكون سهل على المريض بيعمل الاشياء باللانش بريك مثل تجميل الانف دون جراحة. وطبعا ما عم نحكي على الاشياء البوتوكس والفيلرز والاشياء هي بنعملها، لكن الكونسبت عم نحكي كعمليات اللي النتيجة بتكون مرة واحدة ودائما مدى الحياة ودون تخدير عام ودون ألم، والنتيجة بتكون مباشرة وما في حد داعي الواحد يضلوا فترة طويلة ليشوف النتيجة. شكراً كثير. أنا اسمي دكتور وليد سيد، المدير الطبي لهيلث بلس للإخصاب. النهاردة في الاحتفال بتاعنا مع السيدات بنقدم بعض معلومات عن موجزة عن بعض أمراض ممكن تهمهم إن احنا نعرفهم بيها. النهاردة يمكن اتكلمت على حاجة بنسميها تكيس المبيض. تكيس المبيض ده شيء وارد كتير جداً، منتشر ما بين ناس كتيرة جداً، لكن المفهوم بتاعه لبعض الناس مش معروف 100%. تكيس المبيض مش حاجة خطيرة، بس لازم الواحد يلحقها بالعلاج في فترة مبكرة. أي سيدة عندها مشكلة في عدم انتظام الدورة أو إن بينمو عندها الشعر في أماكن غير طبيعية، لازم تتجه لطبيب بتاعها، طبيب نسائي، عشان يحاول يشوف المشكلة من بدري ويلحق يعالجها قبل ما تطور الموضوع وممكن يوصل لبعد كده لمشاكل في حدوث الحمل في المستقبل. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شركة جوتن الأصباغ هي الشركة الأولى في الإمارات وفي الوطن العربي. موجودين النهاردة لأن جوتن دايما حريصة على التفاعل والتواصل مع أفراد المجتمع جميعا، والنهاردة يوم مهم لعماد المجتمع، المرأة الإماراتية والوافدة، وسعداء جدا بوجودنا النهاردة في الإيفنت ده عشان نقدم ثلاث حاجات نعتقد أن هي هتنال إعجاب الجميع. أول حاجة منتجنا المتطور في نوماستيك واندر وول لكس، منتج المطفي المتطور جدا في الغسيل والقدرة على النظافة. وتاني حاجة طبعا سعداء بتقديم موضة الألوان 2022 لأول بلد في الشرق الأوسط الإمارات. وأخيرا وليس آخرا، تشكيلة جميلة جدا من الديكورات الداخلية اللي نتمنى أن هي تحوز إعجاب الجميع. Hello, hi, my name is Van Mualla. I'm the trade marketing manager for Cetaphil. Actually, we have been participating with the new Trima and the women's show since long time, and we are very happy every time we get impressed with the level of the event management. This time I'm participating with our new launch, which is Bright Health Radiance, and we are trying to educate the consumers about the science of the five signs of the sensitive skin. Again, we are delighted, we are happy, and wish to meet again in the coming events. Thank you. Hi everyone. First of all, I would like to thank all the organizers for the event, and on top of them, Rima. And it's our second participation with Nutrima events and different participations. We had one in Dubai, one in Abu Dhabi. I'm Ramiz. I am the regional marketing and sales manager for Central Circle in the GCC and North Africa. And we are representing one of our companies named Laboratoire de Bayol for hair loss products, anti-dandruff, and different other cosmetic products. The whole idea is about that we love to participate in such events because, as you know, the direct consumer market, the food supplements, is currently a big market. And you can always find different sources, different guidelines, different indications about it. It's always really very important to have like
how to directly interact with your patients, with your customers, and try to always tell them all what's new, the updates, and everything. So thank you again, and we will be seeing you shortly in more coming events.